انت بتاخدي ذنبك انك اتفرجتي على حاجه زي دي، وبتاخدي ذنب صاحبتك اللي انت عايزاها تتفرج على حاجه زي دي. جماعه استعيذوا بالله دايما من الصحبه الفاسده، استعيذوا بالله دايما من صحبه السوء، وادعوا الله دايما بالصحبه الصالحه. ربنا يرزقنا جميعا الصحبه الصالحه. يعني بص الصحبه يا هتدخلك الجنة يا هتدخلك النار. هتصاحب الصالحين بإذن الله، هتاخدوا بإيد بعض وهتعينوا بعض على طاعة الله عز وجل، وإن شاء الله هتبقوا بتحاولوا على الأقل بإذن الله هتكونوا مع بعض في الجنة. هتصاحب صحبة فاسدة وهتصاحبي بنت فاسدة، دي هتكون سبب في إن هي تدخلك نار جهنم والعياذ بالله. جماعة اختاروا كويس قوي انتوا بتصاحبوا مين، اختاروا اصدقائكم، واعرفوا ان كل حرف انت بتقوله انت بتقوليه، وكل حركة وكل نظرة بتكتب. احنا مش عايشين كده. افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. احنا هنرجع لله عز وجل، احنا ما اتخلقناش كده في الدنيا. اللي عايز يقول حاجة يقولها، واللي عايز يعمل حاجة يعملها، احنا ما اتخلقناش كده. انت كل منشن هتعمليه هتتحاسبي عليه، وكل لايك هتعمليه هتتحاسبي عليه، كل كلمة هتقوليها هتكوني سبب في هداية حد بيها هتاخدي أجرك عليها عند الله عز وجل، وكل كلمة هتقوليها هتكوني بتضلي بيها حد أو بتشدي حد للطريق ال يعني طريق الفساد، كل ده بيكتب، كل ده بيكتب، وكل ده انت هتسألي عنه. على فكرة انت هتقفي امام الله، امام الله عز وجل، لازم تكوني فاهمة حاجة زي دي، انك هتقفي امام الله لوحدك. صاحبتك مش هتقف معاكي، صاحبتك مش هتيجي جنبك تقف معاكي. واخر بقى آية عايزة اقولها لكم، وخلوها دايما 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 في بالكم وفي ودانكم. ربنا سبحانه وتعالى قال: الأخلاء يومئذ، يعني يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو. إلا مين يا رب؟ إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يعني صاحبتك اللي بتجرك للمحتوى اللي يقرف الكلب ده، المحتوى القذر ده، اللي أنا واحدة عندي 26 سنة انا بستحي وانا بسمع الفيديو ده، انا ببقى ايه ده؟ انتوا بتقولوا ايه؟ ما بالكوا بقى الشباب والبنات الصغيرين المراهقين اللي مش فاهمين اللي بيقلدوا خلاص. صاحبك وصاحبتك دول يوم القيامة هيكونوا اعداء، انتوا هتكونوا اعداء لبعض يوم القيامة، وهتتبروا من بعض اصلا. الا مين؟ الا المتقين. الله الله في الصحبة، الله الله في الصحبة. اختاري اللي تذكرك بالصلاة، تذكرك بالحجاب الشرعي، تذكرك بأذكار الصباح والمساء، تذكرك بطاعة الله عز وجل، هي دي اللي تصاحبيها يا بنتي. السلام عليكم.